أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعين الكرام، وانطلاقة الشوط العاشر تمت بعون من الله وتوفيقه، وهو الشوط الخاص بالفطامين الجعدان. نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، والكل يبحث أيضا عن تسجيل نقطة ذهبية ثمينة على أرضية هذا الميدان. الصدارة والمقدمة والونش اللي قاد المجموعة، الونش على الصدارة لحمد بن محمد بن مصلحة الأحبابي، يلي مع المركز الثاني شاهين لمنصور بن عبد الله بن ضاعن الغفلي، ثالث المراكز أرى أيضا شاهين لحميد بن مطوع بن مشعاب الظاهري يتسلل يتقدم مع المركز الثالث. رابع الانطلاقات الجذاب لمحمد بن سيب بن عبد الله بن عفرة، يقدم الجذاب، ولكن اللي وصل في هذه اللحظات القدوم مشاهدينا متابعين الكرام مع الفارس لعبد الله بن بخيت بن مسعود الاكتبي، قلاب موازيني هذا الشوط وانطلق بالصدارة، انطلق بالمقدمة، قاد المجموعة بهذا العرض المتميز، بهذا العرض المثير والرائع. يتقدم الفارس عبد الله بن بخيت بن مسعود الاكتبي، هو الاقرب لناموس هذا الشوط بهذا الاداء المثير. بدا يباعد المسافه ير الشوط بهذا الاداء المتميز. الفارس وهو فارس لهذا الشوط وبهذا الانطلاق المتميز. تهانينا من هذه اللحظات لعبد الله بن بخيت بن مسعودي الاكتبي على فوزه الفارس بالمركز الاول، وبدون اي منافس على الاطلاق. بدا يقترب من خط النهايه واللحظات الاخيره، يندفع في الامتار النهائيه، يزيد من سرعته بهذه العروض المتميزه والرائعه. تهانينا لعبد الله بن بخيت بن مسعودي الاكتبي على فوزه الفارس بالمركز الاول، ولحظات وصوله واغترابه من خط النهايه. تهانينا لعبد الله بن بخيت بن مسعود الاكتبي على فوز الفارس بالمركز الاول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني مشاهدينا متابعين الكرام الونشه لحمد بن محمد بن مصلح الاحبابي المركز الثالث. والبقيه بالحين الاعضاء خط النهايه دقيقتين 14 ثانيه هو توقيت الفارس. تهانينا لعبد الله بن بخيت بن مسعودي الاكتبي، تهانينا للجميع والناموس.